بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم. الأهل الأعزاء، أيها الحفل الكريم، حفل الألقاب، نجتمع اليوم لنحتفل بمناسبة إصدار الطبعة الثانية من كتاب شعب وحاميتنا للكاتب ياسر حسين ابن شعب المقيم في لبنان، ولنكرم ذكرى شهدائنا رموزنا وأعلامنا الذين كانوا لنا القدوة الحسنة في التضحية والفداء، والذين التزموا بقضايا هذا الوطن ولم يبخلوا عليه بجهدهم ولا بفكرهم ولا بعواطفهم ولا بأرواحهم. نجتمع لنقول للعالم: نحن شعب ثقافة، نضال وحضارة، نحن شعب الحياة. أيها الأخوة، أرادوا لهذا الشعب أن يموت، أن يموت في القرية، وأن يموت في الوطن، وأن يموت في الغربة، وأن يمحو ذاكرته التاريخية والقومية والحضارية. ولكن وجود أمثال الكاتب ياسر حسين يعزز من قناعتنا بأننا شعب عصي على الهزيمة، عصي على الزوال. ندعو الآنسة ولاء مصطفى لقراءة رسالته المكتوبة بدموع الغربة وحنين العودة إلى شعب. فلتتفضل مشكورة. والذي يقطن مؤقتا في لبنان ويحلم يكون فلسطيني في الغربه بالعوده الى بلده، انه لفخر لي ان يمنحني ابن بلدي هذا الشرف لألقي اليوم هذه الكلمه بدلا عنه، لعدم تمكنه من التواجد معنا اليوم، وكل امل ان يكون حاضرا بيننا في الامسيه القادمه ان شاء الله. وهذا ما ورد فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. اعيش في شعب يقول النفري اذا اتسعت الفكره ضاقت العبارة، وأقول مثله إذا تعاظم الشوق عزت الكلمات عن تجسيده. لن تكفيني آلاف الصفحات للتعبير عن ما أراد الحديث عنه، وسأحاول الاقتصار قدر الإمكان، ولكني أبدأ ببيتين من الشعر سأنظهما قبل أن أخط رسالتي. فاض الدموع عندما أدركت أني في شعر، إن لم أصلها بالجسوم فإن روحي في الكتب. إخواتي وأخواتي وأحبائي في بلدة الحبيبة، صحيح أنني ولدت في لبنان في مخيم تل الزعتعت، وعشت في مخيمات اللجوء تحت أسقف الصفيح والأزقة الضيقة، غير أن هذه الأرض لم تغب يوما عن ليالينا وأيامنا. رابطة القرية جمعت كل أهل البلد في الشتات، نعرف بعضنا ونصنف بعضنا حسب القرية، ونجلس في مجالسنا نتبادل الأحاديث في تغريبتنا. ألف عام حين يلتحمون بتراب فلسطين، عن كبارنا الذين سيعودون لطفولتهم حين يشتمون رائحتها على هذه الأرض. أشهد أننا سنعايش ملحمة يكتبها التاريخ، ملحمة العودة. قبل مواقع التواصل الاجتماعي الافتراضية حاولت التواصل مع أهلنا بشتى الوسائل، منها العرس الذي ساهمت بتنظيمه لصديق السحماتي على الحدود في تموز من عام 2000، وكنت أنتظر وصولا أهلنا فلم أجدهم، ومنها المشاركة في برامج فلسطينية على الفضائيات، ومنها مسيرة العودة منذ عامين التي كنت أحد منظميها، ولم يحصل التواصل حتى فاجأتموني بهذه الهدية الرائعة، أن أرى أن كتابي قد سبقني إلى فلسطين وإلى تراب شعب. فشكرا لكم أيها الرائعون، شكرا لا يقدر بثمن، شكرا من الروح الشادة والقلب الغريب بعيدا عن بلده، وسلامي إلى كل أهالي شعب بدون استثناء، ومن دون أن أذكرهم كي لا أنساهم. ونعدكم أن يوم العودة آت لا محالة، وعندما يأتي لن نتأخر لحظة واحدة عن العودة ولو مشيا على الأقدام.
فقد آن لنا أن ننهي التغريبة الفلسطينية ونستعيد الحضور والحضارة المسروقة. والعودة حتمية، وكلما غاب مر يوم وأشرقت شمس تكون العودة أقرب. لن تستطيع بناء مستقبلها ولا حتى المحافظة على حضرها. في ظلال هذه المقولة نلتقي اليوم لنستذكر جميعا بعضا من تاريخ شعبنا المعذب، أمجادي وآلام هذه القرية الجليلية، حيث تؤكد الوثائق الصهيونية على ذلك وتشير إلى أن شعب منذ فترة حكم الانتداب البريطاني على فلسطين قرية معروفة بوطنيتها. فعلى سبيل الذكر للحصر، إبان حرب فلسطين عام 1948 بين الدول العربية وإسرائيل، قامت في حينه مجموعة من أبناء القرية بتشكيل فرقة عسكرية أخذت على عاتقها مسؤولية مواجهة الجماعات اليهودية وحاولت صدها عن هذه القرية وعن مناطق أخرى من الجليل. أود أن أنوه أني قد تطرقت لجزء من هذه الأحداث في كتابي الذي ألفته عن هذه القرية والذي يحمل اسم قرية شعب آثار ظاهرة وتاريخ مفقود. إنني أولي أهمية بالغة ودورا هاما في الحفاظ على هذه السمات المشرفة لتاريخنا العريق. ففي عملية استرجاعي لبعض الأحداث المريرة التي عاشها شعبنا وعاشته معه هذه القرية الجليلية، نسعى لاستنهاض الهمم وتحفيزها بغية توثيق روايتها في باقي القرى. لنا أن تبقى متجذرة وضاربة بهذا التراب. أوليس حال أمتنا أصبح وحشيا؟ أود أن أشير إلى أحد أقوال السيد المسيح عليه السلام فيما ضربه عن صاحب الكرم والكرامين، حيث حدثنا عن إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. ولما اقترب وقت الإثمار أرسل خادمه إلى الكرامين ليجنوا الثمار، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا، ثم أرسل عبيدا آخرين أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ذات الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه ظنا منه إنهم سيهابونه. أما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله وأنا أخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. عندما حاضر صاحب الكرم فكر بما يفعله بأولئك الكرامين، فقيل له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاته. نستضعفه في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة، حال شعبنا صار منذ تلك الفترة العصيبة مثل حال يوسف المشرد في غربته. عن عميق الشكر والتقدير لكل من خط كلمة وكتب مقالا وألف كتابا وشارك في برنامج إذاعي وتلفزيوني حول تاريخ هذا البلد الحبيب، وأخص بالذكر الأستاذ عاطف عزازي مؤلف كتاب قرية شعب آثار ظاهرة وتاريخ مفقود، مع تحفظي على كلمة مفقود لأن هذه الكتب وهذه الأمسية تتحدث عن تاريخ شعب الحي والباقي إلى الأبد. وكتاب آخر للأستاذ أحمد حسين طه خالد الخطيب مؤلف كتاب شعب في الذاكرة، والأستاذ موسى مطلق إبراهيم الشيخ محمد مؤلف كتاب شعب قراءة جديدة في الإنجيل والقرآن، وأخيرا الأستاذ ياسر أحمد محمد حسين سيدي علي مؤلف كتاب شعب وحاميتها، والذي نجتمع اليوم احتفالا بنشر وتوزيع الكتاب على الأهالي. يذكر أن الكتب الثلاث الأخيرة صدرت في لبنان، وصلنا اثنان منها
أما الكتاب الثالث لما يصل بعد، ونأمل الحصول عليه بأسرع وقت، كما نشكر الأستاذ الفاضل جميل عرفات الذي سمعته يتحدث في برنامج إذاعي عن قرية شعب، وله مؤلفات كثيرة عن القرى الفلسطينية المهجرة. الأخوات والإخوة، لأنه لم يكن زيتون شعب مقزوعا قبل مجيئهم بقرون، كما قال الشاعر محمود درويش: لو يعرف الزيتون غالسه لصار الزيت منع. وكأنه لم تكن في قرانا ومدننا الجوامع والكنائس سالقة في هذه الديار. وفي هذا المقام وحفاظا على تاريخ بلدنا، اقترح من هنا ان نعمل سريعا على ترميم ما تبقى من الاثار التاريخية العديدة ووضع لافتات تعرف به. قال زعماء الحركة الصهيونية بن غوريون وغوندمائير: إن الكبار من الفلسطينيين يموتون